السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت لهلا يخطيكم علينا واحد واحد داخل الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة حتى للقويرة وداخل خارج جميع الدول، فيما كنتوا أمريكان أوروبا إفريقيا آسيا فيما كنتوا الخليج فيما كنتوا بهلا يخطيكم علينا، بارك الله فيكم. شكرا شكرا بزاف. صورت لكم في الرحلة دي اليوم اللي غادي انطلقنا بها من جيت هذاك المتحف ديال روتين، بحال داك روتين يومي ولكن هذا سميتو روتين برغ 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 هربر برغر برغر حاجة هذا، المهم روتين برغ. وهذاك الروتين برغ من تما كاين انا ماشي ديالك دزنا شفنا بزاف ديال النقاط، وكان من المستشفى وكان راه كاين الفيديو تما كاين اللي قبل من هذا، وحنا جايين انا ماشي ديالك وصلنا لهاد لابارتي هادي القرنه المسلخه، وهاد المسلخه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي تطير كامله ما غتبقى فيها حتى حاجه، وغادي نمشيو هاد المسلخه. وعندنا هذاك القرنه مليه هذيك القرنه هذه القرنه هذه القرنه، وهذه جمعيه ديال الرفق بالحيوان، وهذاك اللي كاين المارشي سونترال هذاك المارشي الكبير مارشي كريو كبير ديال الخضره والدجاج، حتى هو راه غادي يطير ما غيبقاش. هادو كاينوا هنا واحد الشركه كدوز شي حاجه نسواها ولا الله اعلم، راه هما جابوا واحد الماكينه شي كيدير ديك الماكينه ماكينه فشكال كيضربوها من تما ماكينه، وكتحفر من تحت هاد الشانطي ما كاين لا تهرس لا والو، وكتخرج لهنايا كتخرج لهنايا وكيدوزوا داك التيوات ديالهم كيدوزوا التيوات ديالهم. اذا الرحله ديالنا غنكملوها حنايا ديريك شومو، هاد لابارتي كلها راه غادي تكرط، غادي تتابعوا معنا هاد لابارتي كلها 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 كلها، هاد القنت غادي كرطوه، وهذيك لابارتي اللي وريت لكم ديال البريرك اللي هي كلها غادي تكرط ما غتبقى فيها حتى حاجه، كرطوها حتى هي. وهاد الفيديو كنسجلوا لكم بالليزيات اللي كاين البرد، وغنشوفوا الفرق الا كان الصوت ديالو مزيان وكان المسائل مزيانه راه حنا غنكملوا بهذه الطريقه، ما كانش راه رجعوا للطريقه الكلاسيكيه اللي بدينا فيها. اذا اخواني اخواتي غنمشيو للمسار ديالنا وغادي نكملوا، مره خرجوا التيوات ديالهم شتو خرجوهم من هنايا راهم خرجوهم دخلوهم من القنت من ليه شتوهم وعاود خرجوهم من لهنايا، مابقاش داك الحفير والتهرس. اذا على مسيرة ديالنا على مسيرتي غادي نتصل وغادي نمشي نشوف شنو كاين لهلا، خطيكم علينا بقاو معنا بارك الله فيكم. بعد ما صورت لكم من هذيك لابارتي اللي من ليه حيدت المايك باش نهضر عاوتاني عادي باش تشوفوا الفرق ما بين من ليه لهنا وهنا، قلت لكم كاين المارشي هذا المارشي كله راه غادي يتحيد، ونديكم تشوفوا الدوار على الكراعه حتى هو راه كرطوه، الشارع هو راه كبروه كيدي ثلاثه وكيجيب لنا في ثلاثه، وهاد ستيتيرنا ديال هاد ستيتيرنا هاد ستيتيرنا شنو الدور ديالها كتهولت لينا الماء لهاد الماكينه، شنو كيدير هاد الماكينه؟ شنو كيديرها؟ شكال هادي عاوتاني هادي دابا الخدمه ديالتها شنو؟ هذاك الماء كيدخل في هاديك الماكينه ماشي راه فونكسيونمون ديالها كيفاش دايره هاد العشب، شنو كيديرها؟ شكال هاد الماكينه عاوتاني عندها الريكلاجات ولا سميتها شتو؟ دابا هادو راه مشاو يتغداو وخلاوها هنايا راه ما خدامين من الجيم ليه، شنو كيديرها؟ وعندها دوك لي فان ديالها وعندها هاد القطبان شنو كيديرين هنا، شو هاد الفاس ديالها كيدير؟ واو 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 اش كيدير هاد العجب؟ وعندو هاد النور مات شدو بحال هكايا انا ماشي ديالك، وغادي هذا هو الفاس ديالها شتي تيركبو دابا هاد الفاس مع داك الفاس داير بحال شي طنق اش داير بحال شي طنق هادي ماعرفتش شنو سميتها يعني. بحال هاشيا وصافي كتدخل من هنايا وكيطلقو على داك الما ديالها وكتبقى بهادو باش يخرج نعما تيدي عليك وتخرج الشنطه بلا ما يهرسو بلا ما والو. دابا غيكونوا عندهم هادو دي كاليبر غيكون هاد الكاليبر قوية وتكون واحد اخرى يكون داك كاليبر كبير العشب شي قادوس كبير، دابا الا بغا يدوزوا هاد القادوس غيدوزوا فهاد الكاليبر شتوه بهاد الكاليبر، الا غيدوزوا مثلا شي واحد اخر اكبر منا غيدوزوا كاليبر كبير، وهادشي اللي بان ليه شوف هذاك البيستون كيدير باش مزيريه مع الارض، ودابا هذا ديال الماء شنو هو الدور ديال الما ديالو، شوف هذيك اللعيبات كيدايرين بحال شي مدفع بحال شي مدفع. اول مره كنشوف هنا هذا السنيديله ديالو فين حاطه الكاسك ديالو، والله
الله يفتح عليهم والله يسهل عليهم التونيات ديالهم مسكين. غيكون دابا يمشي يجيب الغدا كاين الرياح، اذا غنكملوا الرحله ديالنا وغادي نمشيو لهذا الشيء، نمشيو لهذا الجنيشن لهنايا تشوفوا شوفوا عاوتاني تما كاين شنو كاين شنو داروا شنو دار واحد بوب مار اللي شوف عرفناه ولد ولا بنت. اذا غنكملوا الطريق ديالنا من لهي وغادي نمشيو الطريق ديالنا من هنايا وغنكملوا يلا الله يسخر. وحنا جايين على الطريق الساحليه من بعد ما صورت لكم ديك الميكينه، وحنا جايين 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 ما سيدي عليك. واحد كان سولني على دوار الكره شنو بلا فيها كيبدا من هذه البلاصه، مشى لينا من هنايا كلشي هادو ومشى لينا حتى لهذيك الجهه اللي من لهي. كل هذا المشروع كان فيه مدن صافح اكثر من هذاك اللي كنا شفنا ليه، ذاك اللي وريت لكم ليه فيه الجامع كل هذا راه كله قطع. شكون قال هاد الدوار غيحيدوه؟ شكون قال هاد الدوار القرى غادي يمشي تمسح من الخريطه؟ تقول واش بقى شي براك كدور كنطلع من هنايا حتى لليه؟ كلهم بناو ليهم راهو مليح، هذوك الديور بناو ليهم اللي سكنوهم، وهذا هما مازال كيبنيو في الديور كاملهم اقامات. غنمشي نصور لكم هذيك الناس المهتمين اللي بغا شي دويره هنايا، يا نصور لكم شما كاين هذيك اللافيته وسولو، راه كاين العشاق ديال البحر ما عندكم لا تيراس لا والو، كلشي هادشي كيطلع هنايا على البحر هو وقدامكم غير البحر. ولهي كاينين بلايصه ديال الدراري دايرين بالليل بلايصه دايرين الدراري بالليل بلايصه ديالهم دايرين البلايصه اللي فيني فيني قلتو طفرت شي كول لا لقيتو باغ لا تيراس سيادة سيفوتو الناس يسمعو. غنقطع الشامبي غنمشي لكم لهي، غنقطع الشامبي بالزربه طريق عامر لحد اليوم عباد الله مهبطين هابطين للهروره وهابطين للبحوره جيت تساراو مع راساتهم. ايوا الصيف هذا نعم اسيدي عليك، واخا كاينه كورونا الناس عاطينهم بحورات كيمشيو ليهم خصهم غير يحتفظوا ويحترموا شروط السلامه. ديار المنصوره سيدي هذا شتوهم مكتوبين على ديار المنصوره، وها هما نيميرو دفيغ ديالهم شتوهم، ها هما ديار المنصور. ها انتوما الدراري رحمة زوينين شتوما هما ديار المنصور نعم اسيدي عليك. الله تسمو هو هذا هو فين كانوا خويا البرارك، هنا فين كانوا البرارك البراريك وما ادراك ما البراريك. هما تعرفو الدنيا تقول حاجة خلاوها هما باقيين كيدوزو الكولومبيا شغلهم شتوما. الله يسفين كان خويا البرارك. شكون هنا شي والو يا اخي هادي مالاطي شلاطر مبقاش. شي كل شي غادي يتعاود. هاد البلاصه كلها كانوا فيها دوار دوار الكره. مرحبا حبيبي مرحبا دوار الكره هو الدوار ديال الكره كلشي تريكل كلشي تقاد مرحبا. اذا غادي نكملوا الطريق ديالنا غادي نهزو وغادي نتكلوا على الله. اللهم يسر اللهم يسر. احنا مازال متابعين الرحله هما الناس خدامين ما كاين غير الله يعطيك صحتك وما كاين غير اللي طرافو. وصلنا هنايا من بعد ما صورت الدوار ديال الكره فين كان وجينا لهنايا. هاد البلاصه كان فيها السوق ديال الغزل، واي رباطي تقول لي سوق ديال الغزل وما عرفوش عرفوا بانه ماشي رباطي. هنايا كانوا كيتجمعوا الحوايج داكشي واعر كاين دوزيام ما كان هنا كيتجمعوا دوزيام ما، وكاين بعض الحركات تلقى مازال باقا بروميام ما عمرها تلبسات. وهنايا هما راه طلعوا فيه اقامات لابارتي اليمنيه اللي كان فيها لابيسين حتى هي طلعوا فيها اقامات. اقامات الصباح هي ولات رائعه، تحلوا فيها لي تيراس من التحت وديروا فيها دي ريستو واعرين، ديروا فيها ريستو واعرين. وهاد المنطقة كلها تبدلات كومبليتمون، لا بيسين راه تحلينا هنايا واحد العام هادي كيدايرين، فما غادي يكون تأثير فما غادي يكون تأثير على الصوت لأن كاين هنا رياح قوية وواحد الجو شكل مغمغم بحال الشاطيح والحال سخون وما فهمت والو. ولا بيسين هو هاد العام راه ما خدمش دوماج ما خدمش لا بيسين. وهاد لابارتي اللي كتشوفوا فيها ليه شي حاجه تابعه للسيمي للشرطه، وهادي ياك هادي
الاخرى اللي صورت لكم اللي كاينه في اليوسفيه لا باقي نعقلوا في الفيديو الاخراني، وكلهم غيجمعوهم وغيديهم يصوروا هذيك، غيديو لهذيك الكبيره ديال حي الرياض اللي كنت صورت لكم الكبيره. اذا الرحله ديالنا مازال مستمره وغادي نمشي حتى نشوفوا شنو كاين، اللهم يسر. اذا هذا هو المسبح، ها هو صورت لكم الجيلي ولكن ما كانش باينه مزيان. ها هو تعتبر اكبر المسابح، كبير بزاف بزاف، الطاقه الاستيعابيه ديالو كبير كبير، يلاه تبنى هذه واحد العام كيدخلوا ليه الماء من البحر، كيعمروه بلي بومب وكيعمر بالماء من البحر. وها نتوما كتشوفوا راه كاينين تما كاينه واحد التوسيعه اخرى، هي شتوها كيوسعوا فيه من اللي ولا مازال ما عرفتش بالضبط شنو كيديروا، ولكن غادي نجي شي نهار ونشوف واش شنو كيديروا تما. كاينه الشمار شي شهر هادي هما كيقفقفوا تما كاينه، غادي نشوف واش كيديروا تما كاينه هاكون وين. اذا كما كتشاهدوا هذا هو لابيسين، ومشى لينا مع لا كورنيش من تال. اذا المسيره ديالنا غادي تكافحوا معنا اليوم لان الضو شويه ماشي هو هذاك، وحيت قليل وما عرفت واش نوقفوا الفيديو هو حتى مره اخرى ولا نكابرو ونصوروا اليوم، وهذا هو اللي كاين. اذا نشوفوا داك الشيء على حسب الكانه شنو غتقول لنا. اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، نكتفي بهذا القدر الى هنا ونكملوا الرحله ديالنا ان شاء الله، ونمشيو حتى البوزنيقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.